تخصيص مقابر في عدد من المحافظات لوفيات كورونا في الأردن إجراء تم اتخاذه بقرار حكومي وضمن بروتوكولات صحية خاصة. مدير الطب الشرعي الدكتور عدنان عباس تحدث لرؤية موضحا تفاصيل هذا الإجراء. من 15/3 تم وضع بروتوكول خاص لدفع وفيات الكورونا واعتمد من قبل وزارة الصحة وإدارة الأزمات. في 28/3 تم التعامل مع أول حالة وفاة كورونا ودفنت في مقابر السحاب. لما لاحظنا أنه بالأسابيع الأخيرة كان هناك ازدياد في أعداد الوفيات من مناطق الشمال والجنوب، بالأمس حصلت حالة وفاة الساعة 1:30 تقريبا الفجر في مستشفى الأمير حمزة لأخ من سكان إربد. تواصل معنا معالي وزير الصحة وأمر بأنه يجب أن نحل هذه المشكلة ويجب أن يكون في مكان مخصص زي المكان الموجود في سحاب. حقيقة كانت جهود جبارة، خلال ساعتين أو ثلاث تم اتخاذ قرار بالتعاون مع عطوفة محافظ إربد الدكتور رضوان والمهندس حسين و الدكتور نذير عبيدات بتخصيص منطقة في مقبرة إربد الإسلامية لوفيات كورونا. طبعا تم هذا الدفن مساء لما الحالة كانت عندنا، وأرسلت الحالة من عندنا إلى إربد. أيضا قمت بإرسال صور عن القبور واللي كانت معدة في سحاب، وقمت بإرسال التفاصيل وشروط إنشاء هذه القبور. الآن تم تجهيز ثلاث مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، منطقة بالشمال في إربد، وتواصلت أيضا بالأمس ليلا مع الإخوان في الكرك مع الدكتور حسن الهواري، وتم إنشاء مقبرة خاصة في إقليم الجنوب لوفيات الكورونا بالإضافة إلى المقبرة الرئيسية الموجودة في سحاب. وأيضا قمنا بتجهيز لمقبرة إخواننا المسيحيين في سحاب واستخدمت ودفن حالتين فيها. كقبور لا تختلف بأي شيء عن القبور الإسلامية، إلا أنه فقط الأرضية كانت تمنع مفرزات وسوائل المتوفى بعد فترة أن تغطلت بالتربة.